الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، وتقدم المجلس في بيان له بالشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا ودائما الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل. وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر رئيس الجمهورية في إصدار مزيد من القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر. جاء ذلك خلال استقباله وفدا يضم رئيسي شركتي ووهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية متطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس من عدة محاور باتجاه شارع عمان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت الشارع بالسواتير الترابية. حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مسؤولية التشويه التام لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أنها استخدمت الاتفاق أداة للابتزاز السياسي. وقال بوتين إنه لا يمكن لموسكو الاستمرار في المشاركة باتفاق الحبوب على وضعه الحالي، مشيرا إلى أن موسكو سوف تعود للمشاركة في الاتفاق حال تم تلبية المطالب الروسية المتعلقة بالاتفاق. قال مستشار الرئاسة الأوكرانية إن بلاده تقترح تسيير دوريات عسكرية دولية تحمل تفويضا من الأمم المتحدة لضمان أمن صادرات الحبوب في البحر الأسود بمشاركة دول محاذية للبحر الأسود مثل بلغاريا، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق في هذا الصدد.
قالت الشرطة النيوزيلندية إن مسلحا فتح النار على موقع بناء بوسط أوكلاند ما أسفر عن مقتل شخصين ومطلق النار. واستبعدت الحكومة النيوزيلندية أن يمثل الحادث تهديدا للأمن القومي للبلاد. وتزامن إطلاق النار مع يوم افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي نردين حبيب. أعود فألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.